سؤال يطرحه كل أمريكي، هل سيتصالح الاقتصاد الأمريكي مع استقرار الأسعار وإعادة سوق العمل إلى حالة التوازن؟ إنه الرهان الذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيقه. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في زيادة هي العاشرة على التوالي خلال أقل من عامين، ويأمل من خلالها أن ينجح في خفض التضخم الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ نحو 4 عقود. تخطر زيادة أسعار الفائدة التي قام بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بدفع اقتصادنا إلى الركود والتسبب في ألم لملايين الأمريكيين الذين قد يفقدون وظائفهم. العاملون عليهم دفع نفقات المعيشة أو الإيجار أو الرهن العقاري، والاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى وضع حد لهذه الارتفاعات. اليوم رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بربع نقطة مئوية. منذ مطلع العام الماضي رفعنا معدل الفائدة بما مجموعه 5 نقاط مئوية لتحقيق أهداف سياساتنا النقدية الرامية إلى إعادة معدل التضخم إلى معدل 2%.